صباح الخير أحبابي، أنا هلا بإجازة بجنوب عم بتخالي. حبيت شارككم هالمنظر الروعة، شي مريح للنفسية. مع شجر الصنوبر هون بدي فرجيكم شو زارعين. مردكوش، زعتر بري، حر على جميع الأنواع والأشكال. شايفين ما شاء الله هالألوان الرائعة. هيدا حبق، هيدا هون عنا شتلة حر أحمر، هون عنا شتلة حر أورانج، هيدا هون أحمر وأخضر، هيدا حر كتير بحرحر. بعد فيه عنا أنواع، هيدا بيقولولو حر قلب الطير. وهيدا كمان حار من نوع تاني، هيدا كتير كمان حار، هيدا جاي بيقولولو حر الجرس. شايفين حبته ما شاء الله. هيدا كتير حر، بيقولولو حر افريقي. هيدا حار هون أصفر وأسود، مردكوش، وهون هيدا المطبخ هون برا حول حوض السباحة. هون حبينا شارككم ترويقتنا. هيدا هون محمصين خبز بقلبه زعتر بهالشكل، خضار مرتديلا على انواعها، اللبنة بدل مسلوق، كمان انواع مرتديلا، الزيتون طبعا ملك السفرة، افوكادو مع ثوم وحامض وملح، عسل، توست، اكيد الشاي طبعا، او البسينة ناطرة نصيبة، اكيد طعميتها. هيدا الخضار حد المطبخ هون، الزريعة، وهيدا هون الفيو بطل. هيدا أنا هون من جنوب لبنان، بطل هيدا الفيو رائع. قرب لكم الصورة لبرا، هدوء، راحة نفسية. هصوركم كتير فيديوهات من هون من الجنوب. هون عاملينه لنشوي لحمة، رح أقرب. لبنان جنة، الله يحمي لبنان يا رب، ويحميكم كل البلدان اللي انتو منا وبتشاهدوني منا. شايفين هالفيو شو حلو.
هون شجر الصنوبر، بعد في مناظر كتير حلوة. هيني هون بدي فرجيكم شجرة التوت، بس أكيد خلص موسمها.